السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة بإذن الله استكمالا للجينيتال انفكشنز عن الفيرال سيكشوالي ترانسميتد. هنبدأ بالهيربس سيمبلكس فيروس. في تو تايبس، هيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 وهيربس سيمبلكس فيروس تايب 2، وبينهم هما الاثنين التايب 2 سترينز هي المور كومنلي اسوشيتد وذ جينيتال ألسرز. رافلي كده الهيربس سيمبلكس فيروس تايب 1 بيبقى مسؤول عن الانفكشنز above the waist، في حين ان herpes simplex virus type 2 بيبقى مسؤول عن الانفكشن below the waist. herpes simplex virus 1 و herpes simplex type 2 الاتنين بيبقوا transmitted by direct contact مع infected lesion. في herpes simplex type 1 هيبقى mostly through saliva، في حين ان herpes simplex virus type 2 هيبقى mostly transmitted through sexual intercourse. دي صورة بس بتبين ال lesions of ال herpes simplex virus اللي بتبقى شكلها vesicular وبيبقى characteristic لل herpes simplex viral infections. علشان اعمل diagnosis لل herpes simplex virus او اي virus عموما، يلزمني ان يبقى معايا specimen. في الحالة دي هاخد ال specimen بتاعتي من scrapings from the base of the ulcer، بسميها زنك سمير. بعد كده يجي دور الميكروسكوبي. characteristic جدا لل herpes simplex virus ان ال infected cells اللي انا اخدتها من ال base of the lesion دي هلاقيها انها fusing في شكل اسمه سينسيتيا او المالتي نيوكليتد جاينت سيلز، بمعنى ان الانفكتد سيلز دي هتبقى فيوزد توجذر، هتبقى لازقين في بعض في خليه كبيره جاينت متعدده النواه. كمان النيوكلياي اللي هتبقى موجوده دي هتبقى فيها انكلوجن بوديز اسمها كاودري تايب اي انكلوجن بوديز. في مكان الريبليكيشن بتاع الفيروس في النيوكليوس بتبقى في انكلوجن بوديز واضحه بالصبغه. الفيرال ايزوليشن، ممكن اعمل فيرال ايزوليشن، وطبعا زي ما اتكلمنا ان الفيرال ايزوليشن بيتم في تيشو كالتشر سيلز، وهشوف فيها نفس الشكل بالظبط اللي احنا وصفناه تحت الميكروسكوبي، الشكل اللي احنا وصفناه السينسيتيا الخاص بالانفكتد سيلز هلاقيه برضو في الكالتشر سيلز. بالنسبة للسيرولوجي، ان انا اقيس مرتين الانتي بودي تتر بفاصل 10 ايام او اسبوعين في الوقت انترفال تايم انترفال، والاقي ان في العينة التانية بيحصل رايزنج للانتي بودي تتر. ده very useful ان هو يعمل لي دايجنوزس للبرايمري انفكشن. بالنسبة لي النيو بورن اللي ممكن يكون لقط عدوى من الام ثرو البلاسينتا، الطفل ده لو انا شفت او ثرو باسج فروم البيرث كانال، ان انا اشوف الاميونوجلوبولين ام انتي بوديز في السيرم بتاعه، ده يقول لي ان في برايمري انفكشن، في انترايترين انفكشن، لان الاميونوجلوبولين ام ما بيتنقلش عن طريق البلاسينتا، فما فيش احتمال زي الاحتمال الموجود في حالة الاميونوجلوبولين جي ان هو يكون جاست منقول له من الام، مش بسبب وجود عدوى في الطفل او حاجة. طيب المنظر اللي قدامنا ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن السينسيتيا او الجاينت سيل اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي عبارة عن خلية واحدة كبيرة، والخلية دي بتبقى متعددة الانوية. كمان ممكن لو لاحظنا هنلاقي ان في كثافة جوه النيوكلس في السنتر اوف النيوكلس، دي اللي اتكلمنا عنها اللي هي الانكلوجن بودز، اللي قلنا ان هي بتبقى ناتجة عن النيوكليك اسيد ماتيريال بتاع الفيروس، واجزاء من السل مكونات اخرى من السل ناتجة بتشير لي الى مكان الريبليكيشن بتاع الفيروس. نفس المنظر برضو مالتي نيوكليتد جاينت سل والكاودري انكلوجن بوديز الانترا نيوكليار انكلوجن بوديز بطريقة اوضح من الصور اللي قبل كده.
لو هنتكلم عن الباثوجينيسيس، هو السيتومجال فيروس ما بيعملش في الغالب سيمتومز في الأطفال وبيعمل مايلد ديزيز في الأدلت. الفيروس أول ما بيعمل انفكشن بيعمل انفكشن للأبر ريسبيراتوري تراكت، ومنها بيتنقل لللوكال لينفوسايتس، من اللوكال لينفوسايتس بيبتدي يتنقل للسيركيولاتوري ليمف نودز اللي بتوصله لأذر ليمف نودز ومونوسايتس في السبلين والليمف نودز. الفيروس بعد كده بيوصل لمجموعة كبيرة من الابيثيليال سيلز including السليفري جلانز، الكيدني تيبيولز، التستيس، الابيديدمس، السورفكس، ومنها بيوصل لكل البادي سيكريشنز اللي اتكلمنا عنها قبل كده. الانفكشن بيبقى في الغالب اسيمتوماتيك، لكن ممكن يحصل جلاندولار فيفر في بعض الحالات في اليونج ادلتس. الفيروس كمان من اهم الحاجات اللي بتميزه انه ممكن يعمل انهبيشن للتي سيل ريسبونس. بالنسبة للابوراتوري دايجنوزيس، السبيسمن بتبقى من التشو او يورين سيدمنت وبيصبغ بيه اليمس ستين وبيوري اول اي سيلز، هنشوفها دلوقتي مع بعض. ممكن نعمل تشو كالشر، سيتوميجالو فيروس انتيجين في البيشنتس وايت بلاد سيلز ممكن اشوفه بالاميونو فلوريسنس. بالنسبة للسيرولوجي اللي بيعتبر أسهل حاجة في الدايجنوزيس أوف الفيرال إنفكشن، الإميونوجلوبولين إم هتدلني على الريسنت إنفكشن، في حين إن الإميونوجلوبولين جي أنتيبوديز هيشير لباست إنفكشن. دي شكل الأول أي سيلز الكاركترستيك في حالات السيتوميجالو فيروس إنفكشن. تالت فيروس هنتكلم عنه هو الهيومن بابيلوما فيروس. الهيومن بابيلوما فيروس بيسبب فيه كوتينيوس وميكوزل انفكشنز وبتسبب فيه وورتس او فيروكا اللي هي الصنت. في 200 نون تايبس، اكتر من 40 ترانسميتد ثرو سيكشوال كونتاكت اللي هو مجال حديثنا النهارده اللي هو الفيرال جينيتال انفكشنز. بتكون جينيتال وورتس زي الكوندايلوما اكيوملاتا، هوريها لكم دلوقتي، اللي هي كوليفلاور ليجن بيبقى موجود في الجينيتال اريا، ليها كاركترستيك شيب هنشوفه حالا مع بعض. الهيومنز هي الاونلي هوست ليها، والفيروس ده بيبقى نون انفلوبد فيرال ويز icosahedral nucleocapsid و circular double stranded DNA. دي شكل الكوندايلوما اكيوميلاتا، بتبقى cauliflower mass، وده شكل الفيروس بتاعي وبيبقى فيه circular double stranded DNA زي ما واضح كده في الفيجر. الريزرفوار هي ممكن تبقى موجودة فين؟ الهيرب سيمبلكس فيروس بتبقى موجودة على الهيومن سكيل والجينيتلز، ومنها ممكن تتنقل من شخص لشخص او من مكان لمكان اخر في نفس الشخص. الترانسميشن بيبقى عن طريق دايركت كونتاكت للسكين والجينيتال ليجنز. الباثوجينيسيس اوف الهيومن بابيلوما فيروس فيري كاركترستيك. الهيومن بابيلوما فيروس produces a chronic infection of the basal layer of the stratified squamous epithelium. والهيومن بابيلوما فيروس DNA persist in the non-integrated episomal form in normal infected cell. لكن بيبقى integrated، يعني هو بيبقى موجود في شكل episomal بره الجينوم بتاع النورمال infected cell. لكن بيحصل له انتجريشن ويلتحم مع الهوست كروموسوم في حالات الهاي جريد ديسبليزيا سيل. الانتجريشن بتاع الهيومن بابيلوما فيروس دي ان ايه بيعمل هاي اكسبريشن لتو جينز موجوده في جينومز اوف الهيومن بابيلوما فيروس، هما الاي 6 والاي 7 جينز، بيسببوا في اوفر برودكشن اوف الاي 6 والاي 7 بروتينز leading to. بيعملوا ايه بقى؟ بيعملوا inactivation للتيومر suppressor genes الـ P53 والـ retinoblastoma الـ BRP.
يعني ايه تيومر سبريسور جينز؟ يعني جينز موجودة في الكروموسوم بتاعنا، في الجينوم بتاعنا، بتحد من تكوين السرطانات لانها بتحجم نمو السيلز والمالتيبليكيشن بتاع السيلز. فلما يحصل لهم ان اكتيفيشن وانهيبيشن، يبقى دلوقتي السيلز هيحصل لها اوفر كروس واوفر مالتيبليكيشن وديفيجن، اوفر ديفيجن. كمان هي هيعملوا اندكشن في الحالة دي للابنورمال ميتوزس، ان الخلايا هتنقسم من غير حدود، لان تيومر سبريسور جينز اللي بتحجم الميتوزس بدأت تتأثر بالاوفر اكسبريشن اوف الاي 6 انت الاي 7 بروتينز. اللابوراتوري دايجنوزيس اوف الهيومن بابيلوما فيروس بيتم بان انا اخد باب سميرز وبصبغها باليمسة، بشوفها تحت الميكروسكوب، بدور على الكليوسيتك سيلز او الكليوسايتس. هي بتبقى عبارة عن سيلز فيها بيري نيوكلير سيتوبلازميك فاكيوليشن وفيها نيوكلير انلارجمنت، بتبقى النيوكلياي بتاعتها حجمها كبير وبتبقى داركر زان يوجوال، وده بسبب ان الدي ان اي فيروسز ومنها الهيومن بابيلوما فيروس بيبقى الملتيبليكيشن بتاعها موجود جوا نيوكليوس. هنشوف حالا دلوقتي صورة للكليوسايتس. كمان من اهم الحاجات اللي انا اقدر استخدمها واخد منها فايدة مضاعفة هي الانسايتو دي ان اي بروبس اند البي سي ارز، اللي هي الموليكولر دايجنوزس، اللي منه هقدر اعمل دايجنوزس للهيومن بابيلوما فيروس، وفي نفس الوقت كمان ممكن احد اعرف الاسترين بتاعته. ده شكل الكوليوسيتيك سيلز اللي احنا اتكلمنا عنها، وواضح فعلا فيها ان حجم النيوكلياي كبيرة وانها داركر زان يوجوال. هنبدأ عن الهيرب، هنبدأ بالهيرب السيمبلكس فيروس. في 2 تايبس، هيرب السيمبلكس فيروس تايب 1 وهيرب السيمبلكس فيروس تايب 2، وبينهم هما الاثنين التايب 2 سترينز هي المور كومنلي اسوشيتد ويز جينيتال ألسرز. رافلي كده الهيرب السيمبلكس فيروس تايب 1 بيبقى مسؤول عن الانفكشنز اباف ذا ويست، في حين ان هيرب السيمبلكس فيروس تايب 2 بيبقى مسؤول عن الانفكشن بلو ذا ويست. هيربس سيمبلكس فيروس 1 وهيربس سيمبلكس تايب 2 الاثنين بيبقوا ترانسميتد باي دايركت كونتاكت مع انفكتد ليجن. في هيربس سيمبلكس تايب 1 هيبقى موستلي ثرو سلايفا، في حين ان هيربس سيمبلكس فيروس تايب 2 هيبقى موستلي ترانسميتد ثرو سيكشوال انتركورس. دي صورة بس بتبين الليجنز اوف الهيربس سيمبلكس فيروس اللي بتبقى شكلها فيزيكولر وبيبقى كاركترستيك للهيربس سيمبلكس فيرال انفكشنز. نتكلم دلوقتي عن الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس او الاتش اي في. الاتش اي في جروب من الفيروسز اسمهم ريترو فيروسز، بتبقى عبارة عن ار ان اي فيروس بس بيبقى فيها انزيم اسمه ريفيرس ترانسكريبتيز انزيم، بيمكن الفيروس ده ان هو يكون نسخة من دي ان اي، نسخة من الار ان اي بتاعه لدي ان اي، ويعمل لها انتجريشن في الهيومن جينوم، الخلية اللي هو داخل جواها بسهولة يعمل انتجريشن لنسخة دي ان اي من الار ان اي جينوم بتاعه في الهيومن سيل. زي ما اتكلمنا هو بيبقى عبارة عن سنجل ستراندد دي ار ان اي و اند ريبليكيت ثرو ا دي ان اي انترميديت زي ما قلنا، وممكن يقدر يعمل انتجريشن للدي ان اي ده في الهيومن جينم. هو الكوزيتيف ايجنت اوف الايدز، معروف جدا اكوايرد اميونو ديفيشنسي ديزيز سيندروم. في 2 سيرو تايبس هيومن اميونو ديفيشنسي فيروس اتش اي في 1، ده موجود وورلد وايد، و اتش اي في تايب 2 ده اقل في الفيريولنس بتاعه وبيبقى موجود ان ويست افريكا. بالنسبه للمود اوف ترانسميشن والريسك فاكتورز اوف الاتش اي في،
اول حاجه طبعا السكشوال انتركورس، البلاد ترانسفيوجن، والنقل البلاد برودكتس لا تقل اهميه عن السكشوال انتركورس، مع ان معدلها اقل نتيجه السكريننج للبلاد والبلاد برودكتس. الدراج ابيوزرز طبعا، الدراج ادكتس، الشيرنج للسيرنجز، الانفنتس فروم انفكتد ماذر، ترانس بلاسنتال، كمان البريست ميلك ممكن ينقل ال HIV from the mother to ال infant بتاعها، ال organ transplantation. مفيش evidence ان ال HIV ممكن يتنقل عن طريق الصلايفة، سواء في coughing او sneezing او عن طريق insects، ال blood suckling insects، او social contact او sharing eating و drinking utensils. ال مفيش evidence ان يحصل transmission عن طريق الحاجات دي. بالنسبة للباثوجينيسيس بقى، ال HIV باثوجينيسيس بيعتمد على التروفيزم بتاعها للخلايا المناعية، اللي أهمهم ال CD4 T هيلبر سيل، كمان معاها الماكروفاجس. التارجت بتاعها هو الاكتيفيتد CD4 T هيلبر سيل، ممكن other cells including الماكروفاجس زي ما اتكلمنا. الفيروس بيبقى ليه فترة بيدخل فيها في دورمنسي او ليتنسي، بمعنى ان هو بيبقى موجود في الخلية وانتجريتد في الهيومن جينم زي ما اتكلمنا، من نسخة دي ان ايه من الجينم بتاعه بيحصل له انتجريشن، بيغيب فترة في ليتنسي ممكن توصل لسنين. بعدها لما بيحصل اكتيفيشن ري اكتيفيشن، بيحصل ان الفيرال برودكشن بيبتدي يعلى تاني، وبيحصل مالتيبليكيشن جوه السيل لحد ما يبقى السيل اوفرلودد بالفيروسز، يبتدي الفيروس ان هو يطلع من السيل ويعمل انفكشن للنير باي سيلز ويكمل في الباثوجينيسيس بتاعته. بالنسبه للدايجنوستس بقى، عشان اقول ان الشخص عنده ايز، ده بيتطلب ان انا اقيس سي دي 4 كاونت فلاقيها انها قلت عن 200 سيل باي كيوبيك مليمتر. كمان انا ممكن اعمل دايركت الكترون مايكروسكوبيك اكزامينيشن، اللي بلجأ لها في حاله ان الفيروس ليه شكل كاركترستيك قوي بالالكترون مايكروسكوب، فوقتها ممكن اعمل له دايجنوستس بالالكترون مايكروسكوب، والعينه هاخدها من البلاد او من البون مارو في حاله الاتش اي في انفكشن. كمان ممكن اشوف الفيرال لود، يعني اشوف كميه الفيروس اللي موجوده في الجسم، اللي هي كوانتيتيف اناليسيس عن طريق كوانتيتيف بي سي ار، ان انا اعمل كوانتيتيف اتش اي في ار ان اي تيستس زي باي البي سي ار. سيرولوجيكال تيست كمان، ان انا اعتمد على الديتكشن اوف الانتي بوديز اجينست الفيروس في البيشنت سيرم، اللي ممكن الجا في الموضوع ده للاليزا. الاليزا في الحاله دي او سيرولوجيكال تيست هتبقى جود نيجاتيف تيست، بمعنى انها وقت ما هتقول ان الشخص ده نيجاتيف انا مش محتاج اعمل كونفرميشن، لكن لو قالت بوزيتيف لا انا هبقى محتاجه اعمل كونفرميشن اكتر من مره باكتر من طريقه قبل ما ادي دايجنوزس للحاله انها اتش اي في بوزيتيف. بالنسبه للكونفيرماتوري تيست، في حاله ان انا عملت اليزا مرتين وطلعوا في المرتين بوزيتيف، بحتاج اعمل كونفيرماتوري تيست بالويسترن بلوت تيست والبي سي ار قبل ما ادي دايجنوزس ان الشخص اتش اي في. الهيومن هيربس فيروس 8 ده برايمرلي سيكشوالي ترانسميتد ديزيز، كمان ممكن يتنقل عن طريق ترانسبلانتد اورجان. بيعمل حاجة مشهورة جدا اسمها كابوزي ساركوما. الكابوزي ساركوما دي بتبقى نوع من الكارسينوجينيك جروس في الاندوثيليال لايننج اوف البلاد فيسلز والليمف فيسلز، وده ذا موست كومن كانسر في البيشنتس ويز ايدز. شكله كاركترستيك قوي، بيبقى بيربيريك سبوتس موجودة على الجسم في اماكن كتير متفرقة. عايزين نتكلم كمان على البربرال سيبسيس او الحمى النفاس. يعني ايه بربرال سيبسيس؟ ده انفكشن اوف الجينيتال تراكت بيحصل ككومبليكيشن اوف ديليفري او ميسكاريج، يعني بيحصل بعد الولاده او حتى السقوط، بيحصل انفكشن اوف الجينيتال تراكت منها اليوترس. طبعا الموست كومن اورجانيزمز كوزنج البربرال سيبسيس هنذكر اول ثلاثه لاهميتهم،
جروب اي بيتا هيموليتك ستريبتوكوكاي اللي انا بسميها ستريبتوكوكس بايوجينز، جروب بي بيتا هيموليتك ستريبتوكوكس اللي انا بسميها ستريبتوكوكس جالاكتيا، والميسيسيلين ريزيستنت ستافيلوكوكس اوريس او الميرسا. بالنسبه بقى للسورس اوف انفكشن، السورس اوف انفكشن ممكن يبقى اندوجينس، ممكن يبقى اوتوجينس، ممكن يبقى اكسوجينس. يعني ايه اندوجينس؟ يعني الاورجانيزم مصدره السيده نفسها، ان يبقى الاورجانيزم موجود في الجينيتال تراكت من قبل الدليفري، وحد هيبقى ليه اهميه معانا دلوقتي في البريفنشن حالا زي الستريبتوكوكس اجالاكتي. طيب اوتوجينس، ان الاورجانيزم موجود في مكان تاني، سكين او ثروت، ان ذا بودي، مكان تاني ان ذا بودي، وهيحصل له مايجريشن للجينيتال اورجنز عن طريق البلاد ستريم او عن طريق البيشنت نفسه، زي بيتا هيموليتك ستريبتوكوكس، زي الايكولاي، زي الاستافيلوكوكس. طيب ممكن يبقى اكسوجينس، سورس من بره السيده، لو الانفكشن جاي من الهوسبيتال او الاتندنت، زي البيتا هيموليتك ستريبتوكوكس او الاستافيلوكوكس، ممكن تجيلها من الهيلث كير وركر او من الهوسبيتال انفايرومنت نفسها. طيب اعمل دايجنوزس، دايجنوزس اول كلمه بتكلم فيها هي السبيسمن. اخد عينه ايه؟ طيب هاي فاجينال او اندو سيرفايكال سواب، يعني مش فاجينال، لا مش فاجينال، علشان الفاجينال فيها فلورا شبيهه بكل الحاجات اللي انا هتكلم عنها دلوقتي في الدايجنوزس. ممكن اخد كلين كاتش ميد ستريم سبيسمن اوف يورين، ممكن بلاد كلشر لو الموضوع وصل للبلاد ستريم، لان الانفكشن ممكن يبقى انفيزيف. فالعيانة لو بتشتكي من شيلز ورايجرز مع الفيفر، ده معناه ان موست بروبابلي الاورجانيزم كمان كان انفيزيف ووصل للسيركيوليشن. طب اعمل كلشر، اعمل كلشر على سيوتبل كلشر ميديا، اللي هتضم لي الكلشر ميديا الخاصه بكل الاورجانيزمات اللي احنا ذكرناها مسبقا، عشان ايا كان مين اللي موجود فيهم اقدر اعمل له ايزوليشن وعزل، وبعد كده اقدر اعمل له ايدنتيفيكيشن وفول دايجنوزس. اعمل انتيبيوتيك سسبتابيليتي تيست، لان العدوى بتبقى متاخده فين؟ في المستشفى. طب ايه نوع الاورجانيزمات اللي اكتر حاجه ممكن اقابلها في المستشفى اكتر من الكوميونتي؟ هي الريزيستنت بكتيريا، فلازم اعمل انتيبيوتيك سسبتابيليتي تيست عشان لما اجي ادي العيانه بتاعتي علاج اديه اكوردنجلي الانتيبيوتيك سسبتابيليتي تيست. طيب اعمل عينه بلاد عاديه، عشان توتال وديفرنشال وايت سيل كاونت عادي خالص، والهيموجلوبين، وكمان بشوف احتماليه ان في ديسيمينيتد انترافاسكولار كواجيليشن او دي اي سي او سبتسيميا اللي بيدل عليها اللو بليتلت كاونت. ناخد المثال الاشهر، هو الستريبتوكوكس اجالاكتي او جروب بي ستريبتوكوكاي الجي بي اس. هي جرام بوزيتيف كوكاي، هي بيتا هيموليتيك من اسمها، كاتاليز نيجاتيف زيها زي كل الستريبتوكوكاي، مش كاتاليز بوزيتيف زي الاستافيلوكوكاي، وبتبقى باسيتراسين ريزيستنت. الباسيتراسين تيست بيفرق من ما بين الجروب A بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي واذر بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، اللي هي في الحالة دي الستريبتوكوكس اجالاكتي او جروب بي ستريبتوكوكاي. بقى كل تيست بتكلم فيه في البكتيريال دايجنوزس ببقى قصده ان انا افرقه بيه عن حاجة تانية شبيهة ليه. طيب الريزرفوار بتبقى موجودة فين؟ في الهيومن فاجين، 15-20% من السيدات عندهم ستريبتوكوكس اجالاكتيا في الفاجينا، ممكن تبقى موجودة في الجاسترو انتستينال تراكت كذلك. الترانسميشن، النيوبورن انفكتد ديورينج بيرث، طبعا الريسك بيزيد في برولونجد ليبر لو حصل رابشر اوف ممبرين، فبيدي فرصه ان يحصل اسيندنج انفكشن. طيب بالنسبه للبريفنشن، ده الجزئيه بقى المهمه اللي احنا بنتكلم عنها، طالما هو موجود ممكن يبقى موجود ب 15-20% من السيدات، والبربرال سيبسز مش هو الديزيز اللي يستهان بيه، يبقى انا ممكن اعمل بروفلاكسس ديورينج دليفري ان وومن اللي عندهم بوزيتيف فاجينال او ريكتال كلتشر
للجروب ب ستريبتوكوكاي او الجي بي اس، خصوصا لو هي عندها history of recent infection of GBS او prolonged labors after membrane rupture. يبقى كل دي ممكن تبقى ريسك فاكتورز لحدوث البربرال سيبسس، فلازم يتعمل بروفلاكسس. بروفلاكسس بايه؟ بامبيسيلين او بنسيلين، هو الدراج اوف شويس. وفي حالات البنسيلين الرجيز ممكن يبقى كليندامايسين او اريثرومايسين. يبقى كده كيمو بروفلاكسس مهم للبربرال سيبسس. طيب هنختم الكلام عن الجينيتال انفكشن بالفانجل سيكشوال ترانسميتد ديزيزز. هناخد منهم فقط الكانديدا البيكنز. الفاجينال مونيليزيس، يعني ايه الفاجينال مونيليزيس او الفاجينال كانديديزيس؟ هما الاثنين مسمى لحاجه واحده، هو كانديدا البيكنز يست انفكشن بالكانديدا البيكنز او اذر كانديدا سبيشيز، بس هي الموست كومن هي الكانديدا البيكنز. دي نورمال فلورا موجود على السكين والماوس والفاجينا والانفكشنز والانتستنز. طيب بالنسبه للكانديدا البيكنز المورفولوجي بتاعها هي جرام بوزيتيف اورجانيزم، هنشوفها دلوقتي. جرام بوزيتيف واخده شكل الجرام بوزيتيف كوكاي، بس طبعا اكبر بكتير بالحجم فبيبقى شكلها مميز. في تو فورمز منها، في الواي فورم انها اوفال ييست بادينج سيلز، وفي الام فورم اللي هو سودو هايفي كونستيتيوتنج مايسيليا، اللي هي شكلين واي فورم وام فورم بيختلفوا في درجات الحراره، ما بين بتختلف بتتنقل ما بين الواي فورم والام فورم حسب درجات الحراره. طيب الكالتشر ايروبيك ايزلي كالتيفيتد عند 37 درجه، اللي هي الدرجه المعتاده للكالتيفيشن اوف بكتيريا اند فانجاي. لمده قد ايه؟ 24 ل 48 ساعه، ودي برضو المده المعتاده في الكالتيفيشن اوف البكتيريا والفانجاي. طيب السبارودك ستروز اجار هو الكالتشر، هو الكالتشر هو السلكتيف كالتشر في الفانجل انفكشنز عموما. سبارودك ستروز اجار سلكتيف ميديا فور كالتيفيشن اوف فانجاي. شكلها هيبقى ايه؟ هيبقى كريمي وايت كولونيز، وهيبقى ليها ييستي اودر. ده شكل الكانديدا البيكنز الكريمي كولونيز، وبيبقى ليها كاركترستيك اودر زي ريحة الخميرة. الخميرة في خبز العيش بيبقى الطبق فعلا ريحته مميزة جدا، وبيبقى الشكل الكريمي ده كريمي او الواكسي زي قطرات الشمع بالظبط. طيب الباثوجينيسيس، الكانديدا البيكنز انفكشن بيحصل لما البكتيريا الفلورا تبقى eliminated لسبب او لاخر، يعني في الفاجينا مثلا بكتيريا الفلورا، وفي كانديدا معاها كانديدا البيكنز ممكن تبقى موجوده ما بين الفلورا. طيب لو البكتيريا الفلورا اللي هي مانعه ان حاجه زي الكانديدا البيكنز تتفشى وتزيد ويحصل لها ملتيبليكيشن، تبقى eliminated لاي سبب، زي ايه مثلا؟ زي اللي استعماله في البرود سبيكتروم انتيبيوتكس، هتقضي على معظم الفلورا اللي موجوده في الفاجينا، ومش هيبقى ليها افكت على الكانديدا البيكنز، فتبتدي الاورجانيزمات اللي ريزيستنت ليها ومنها حاجه زي الكانديدا البيكنز يحصل لها فلوريشنج، وان يحصل لها ملتيبليكيشن، وتبتدي تظهر في شكل جينيتال انفكشن او ثروت ثراش، اورال ثراش وثروت ثراش، وفي نفس الوقت ايه فاجينال ثراش. البريديسبوزنج فاكتور للكانديدا انفكشن لو في دايابيتس ميليتس بسبب زيادة نسبة السكر في السكريشنز في العيانين دول، الجينيتال ديبيليتي الحالة العامة للجسم قليلة، الاميون ديفيشنسي، الاندويلينج يوريناري كاسيتر لان بيحصل معاه اسندينج يوريناري تراكت انفكشن، انترافينوس دراج ابيوز، وبرولونجد تريتمنت طبعا اوف برود سبيكتروم انتيبيوتكس، وكذلك الكورتيكوستيرويدز نفس الوضع. طيب اللابوراتوري دايجنوزيس سامبل فاجينال ديسشارج. طب اعمل دايركت مايكروسكوبيك اكزامينيشن؟ حاجتين كمان هستعملهم، الكي او اتش اللي هو 3%، هشوف البادنج يست والسودو هايفي من غير ما اصبغ. طب ممكن اصبغ؟ اصبغ جرام ستيننج وهيوريني الكاركترستيك جرام بوزيتيف بادنج ييست سيل وسودو هايفي. طب الكالتشر
اعمل كالشر على ايه؟ على سبارود ديكستروز اجار 37 درجة، 24 48 ساعة. هشوف التيبيكال ييست فورمز الكولينز اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي كريمي واكسي اللي ليها كاركترستيك اودر. طيب الكانديدا البيكنز قلنا مش هي النوع الكانديدا الوحيد، في اذر سبيشيز. طب هفرقها ازاي فروم اذر سبيشيز اوف كانديدا؟ بالفورميشن اوف الجيرم تيوبس. ايه الجيرم تيوبس دي؟ دي ترو هايفي ما فيهاش كونستريكشن. لما بحط الكانديدا اخد كولوني وحضنها على سيرم من 2 لـ 4 ساعات في تيوب، وبعد كده اخدها احطها على سلايد وابص تحت الميكروسكوب، بلاقي اليست سيل هنشوفها دلوقتي بدأت تطلع ترو هايفي. ترو هايفي ليه؟ لان مش هيبقى فيه كونستريكشن. هلاقي ان اليست سيل مع الهايفي اللي انا بتكلم عنها دي ان كونتينيوتي، مفيش ما بينهم كونستريكشن هما الاثنين. دي حاجه. تاني حاجه فورميشن اوف كلاميدوسبور. ايه كلاميدوسبور دي؟ دي بتبقى سيك وولد ريستنج سبور. لما احط الكانديدا على انسيوتابل ميديا، يعني ميديا مش محببه ليها زي الكورني ميل اجار، فبتبتدي انها تعمل الكلاميدوسبور دي. الكورني ميل اجار بيبقى نيوتريشن بور ميديا مش محبذه للكانديدا البيكنز، فبتبتدي انها تعمل السيك وولد ريستنج سبورز اللي هي الكلاميدوسبور. ده شكل الكانديدا اللي هي جرام بوزيتيف اورجانيزم. جرام بوزيتيف اورجانيزم زي ما موجود قدامنا كده، دي اليست سيلز. دي صورة اهي بتبين على الشمال الجيرم تيوب تيست. زي ما قلنا هاجي ابص تحت الميكروسكوب هلاقي اليست سيل بدأت تطلع هايفي، والهايفي ترو هايفي بمعنى انها ان كونتينيوتي مع اليست سيل مفيش كونستريكشن. والصورة على اليمين للكلاميدو سبور اللي زي ما قلنا بتعملها الكانديدا البيكن. الكانديدا البيكنز لما بتتحط على الكورني ميل اجار باعتباره انسيوتابل ميديا ليها. طيب هنختم الكلام عن الجينيتال انفكشن بالفانجل سيكشوال ترانسميتد ديزيزز. هناخد منهم فقط الكانديدا البيكنز.